ما حكم صوم التطوع للمسافر كالاثنين والخميس والأيام البيض، وخاصة إذا كان هذا المسافر يداوم عليها في الإقامة؟ لا بأس بذلك، لا بأس أن يصوم تطوعا أو يصوم فريضة، لا بأس بذلك، لكن إذا كان يشق عليه فالإفطار أفضل كما عرفتم، أو كان يحتاج إلى الإفطار لعمل أو لخدمة رفقائه فالإفطار أفضل. نعم.